ما تسمع مثلاً باللي حققوا أرباح وقت نزول الأسهم، هذه كلها كانت عن طريق المشتقات المالية، يعني هو يضارب على سعر السهم إنه راح ينزل، فيربح من نزول السهم ما يربح من صعوده. كان لي زيارة لمعارض سيارات الدمام، وشفت عدد كبير من سيارات الشخص معروضة للبيع. أبهرني المنظر، يعني تعرف السيارة الشخص هي وسيلة حياة بالنسبة لمن يعيش يعني في الهجرة في كذا، فشعرت إن في شيء خطأ، يعني قلت هذا بس هذه نهاية الفقاعة، وطلعت من السوق، وفعلا بعد أسبوعين تقريبا صار انهيار. حسن حظك. اللي حسن حظي. في هذه الحلقة ضيفنا هو الدكتور وضاح بن إبراهيم آل الشيخ مبارك، رئيس قسم المالية في جامعة الملك فيصل. أهلا وسهلا دكتور.